إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء ما زلنا متواصلين بانطلاقات هذه الفترة المسائية، شوط الختام وختامها مسك لانطلاقات ومنافسات سن الحقائق والأشواط المفتوحة المتواصلة من مسافة 3 كيلومترات لننطلق مع أول المراكز لنتابع مقدمة هذا الشوط وتواجد الحمية. الحمية على المركز الأول، تعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني، حمد بن لزيوح المري من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثاني تقدم الهائلة وسعادة بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الثاني المضمر فرج بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري. المركز الثالث أرى التقدم من خزامة، خزامة تعود ملكية لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني ملحام بن راشد بن حبيب من يتابع خزامة بعملية التضمير. رابع المراكز وتابع مغيرة تعود ملكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن نايف الهاجم اللي تابع حب التضمير. خامس المراكز وتابع مشاهدي الكرام هوايل لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعيد بن راشد الزعبي من يتابعها بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول مع أول كيلو ينقضي من عمر هذا الشوط. من بعد ذلك نتحول إلى أول المراكز لنتابع أمور ومجريات الصدارة وانطلاقة أول المراكز. الله، خزامة غيرت مجريات الشوط، خزامة تحمل شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عزيز الثاني، يتابعها أحد الخبراء من فطاحلة المضمرين ملحان بن راشد بن حبيبة المري من يقدم لنا انطلاقة خزامة بأول المراكز ومع المقدمة. ثاني المراكز التواجد من الحمية لسعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني، يتابعها حمد بن لزيوح المري بعملية التضمير. ثالث المراكز، ثالث الأسماء، ثالث التحديات، وصلت هوايل بهذا الأداء الهائل لتواصل انطلاقتها نحو المراكز المتقدمة. شعار الغرفاوي، شعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعيد بن راشد الزعمي يتابعها بعملية التضمير. المركز الرابع، وصلت حامية الرقم 4، هذه هي الهائلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني فرج بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري من يتابعها بالتضمير. خامس الأسماء، وصلت بهذه اللحظات أنهار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن برقان بن مقارح من يتابعها بالتضمير. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة لأستجد النداء مع أول المراكز لأتابع جديد هذا الشوط مع انطلاقتي وتواجد هوايل هوايل هوايل. تفتتح مجريات الكيلومتر الأخير لتواصل هوايل هذا الانطلاق المميز بشعار هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي من يتابعها بالتضمير. المركز الثاني، الله، انهار هنالك المتواجدة الهائلة الهائلة على المركز الثاني، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الثاني فرج بن ناصر الحفيظ من يتابعها بالتضمير. المركز الثالث، ولكن أعود إلى أبناء الغرافة، الغرافة يراقبون انطلاقة وتقدم هوايل، هوايل على المركز الأول، هوايل على الصدارة، على المقدمة ومع انطلاقة أول المراكز، ولكنني أرى المنافسة من المركز الثاني والهائلة، الهائلة هوايل، هوايل والهائلة، ثنائية جميلة، ثنائية مميزة، خلاص قفلت مجريات الشوط بشعار رهجنا الغرافة بهذا الشعار، وإلى أيضا انطلاقة هذا الشعار المتميز في هذه الأمسية الجميلة في حضور شعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعيد بن راشد الزعبي. يسعد مساك يا أبو عسكور بتقديم الأسماء المميزة والنوعيات النادرة، هذه هي هوايل تواصل هذا الانطلاق. والسلام إلى عاصمة النور في فرنسا، حيث يقيم هنالك سعادة الشيخ حمد بن محمد بن جاسم فيصل الثاني داعم هذا الشعار، الشعار الغرفاوي وختامها مسك. نهني سعيد بن راشد الزعبي من قدم لنا هوايل، من فازت معنا في هذا الشوط. المركز الثاني، وصلت مشاهدي الكرام الهائلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الثاني. المركز الثالث كان الوصول من قبل مزنة
لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن غانم عبد الرحمن الثاني المركز الرابع. كان الوصول مشاهدي الكرام من غير الخزامة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني المركز الخامس. كان الوصول مشاهدي الكرام من قبل الحمية لسعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني. التهاني والتبريكات نزفها للجميع. نذهب بكم إلى ملخص الشوط الذي قضى قبل قليل ولحظة وصول هواء إلى خط النهاية معدل الفوز والناموس. توقيتها الزمني 4:35 خمس الزمن الثانية توقيت مميز حظت به هوايل. التهاني والتبريكات لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم فيصل الثاني والثاني سعيد بن راشد الزعبي على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز وصلت الهائلة توقيتها الزمني 4:39 الزمن الثانية. التهاني والتبريكات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الثاني والثاني فرج بن ناصر بن حفيظ على حفيظ النابت المري المركز الثالث. كان الوصول ثالث المراكز مزنة توقيتها الزمني 4:46 الزمن الثانية. التهاني التبريكات لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن غانم عبد الرحمن الثاني. مشاهدي الكرام متابعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الأمسية الجميلة لنذهب بحضر